عندنا مشكل مع الناس ديال الربعين ديال المريزكو ديال اللي مكلفين بالشيمي ديال مرض السرطان. كنتفاجئوا بان جبنا الناس مراد، كل واحد جاي بعائلته، كل واحد جاي من مدينه. كنتفاجئوا بانهم كيقول لك صافي ما كاينش اليوم، ما عرفناش شنو نديروا. هذا الشيء كيقولوا لنا غير سيكيريتي، وكيقولوا لنا لي فرملي صغير، هذوك الفرملي الصغار ما عطاوناش شنو هو كاين، ما عطاونا شنو هو واقع، ما عطاونا حتى دابا. حد الان دابا اللي كنهضر معك دابا تكون شي ثلاثه تقريبا، باقي الناس جالسين، حتى واحد ما دار معاهم حتى شي حل، حتى واحد ما جا هضر معاهم، وباقي الناس راهم مراد الداخل. كاين اللي طايح مسكين، كاين اللي جاي من سيدي بنور، كاين اللي جاي من مراكش، كل واحد جاي من مدينه. باقي الناس دابا طايحين تما، وما حتى واحد ما مسوق ليهم، حتى واحد ما بغينا شي مسؤول يجي يشرح ليهم شنو واقع. جينا عندهم، جمعنا حنا، قلنا لهم بغينا نديروا شكايه، وريونا غير فين نديروا شكايه ديالنا. ما عطاوناش فين نديروا شكايه، ما عطاونا حتى شي حاجه، ما مهمشين. 2024 وحنا مهمشين، كتشوف الناس مراد مهمشه. الوزير ديال الصحه يجيو يديروا شي حل، يجيو يشوفوا هذا الشيء اللي واقع، يجيو يشوفوه، ما يجيوش يشوفوه، يجيو يشوفوا الشيء اللي واقع حاليا والناس اللي كتعاني، ويسولوا الناس اشنو هو دارك، وينصحوا الناس، غير يعطيو اللي يقولوا لهم اشنو هو كاين واشنو هو واقع، ويخليوا الناس اللي بغات دير شكايه خليوها تشكي، خليوها تشكي، ماشي يحبسوها ويقولوا لا لا حنا بغيتي ديري شكايه. دابا مريزكو دخلتي ليه بغيتي ديري شكايه، جيب لي شي مواطن بغي يدير شكايه، ما كاينش اللي تسوق ليه، ما يلقاش فين يدير شكايه كاع، ما كاينش. دابا حاليا الناس هما مجموعين، كلشي كيقول لك بغي نديروا شكايه، هذا الشيء اللي واقع علينا، ما لاقينش فين. دابا عام وانا متبع معاهم، ما كاينش الحل، عرفناش هذا الشيء مناش، واش من ما عرفتش، الشيء كيدوخ، يعني ما لقيناش الحل كاع، ما لقيناش الحل. احنا يعني دابا بغينا غير نبدل غير رانديفو، ما كاينش اللي عطاك الحل والو. سير شي كيقول لك حيد من هنا، شي كيقول لك سير، شي كيقول لك ما عرفنا شنو هو الحل. عندي سرطان، شنو خصك انا؟ هو خاصنا نداوه، يعني احنا كنا معلقين السيروم، احنا معلقين السيروم، وفي الاخر حيدوا لنا السيروم وقال لك سير، هادشي خاسر، هادشي كذا، هادشي ما عرفتش. ومطالب ديالي انا بغينا غير يديروا معنا شي حل، الله هو اللي كيداوي، ولكن بغيناهم تما غير يديروا معنا السبب، ولكن ما كاينش اللي غيعتني بقوه.